تنظم مصالح أمن ولاية ميلا بالتنسيق مع المصالح الاستشفائية لولاية ميلا حملة للتبرع بالدم داخل صفوفها، وذلك بمناسبة اليوم المغاربي للتبرع بالدم الموافق للثلاثين من شهر مارس من كل سنة على مدار ثلاثة أيام بمختلف مصالحها العملياتية، إضافة إلى مدرسة الشرطة بميلا، حيث بلغت حصيلة التبرعات لحد اليوم 74 كيسا من مختلف الزمر الدموية، والتي ستوجه لإثراء بنوك الدم وإنقاذ الأرواح وإسعاف المرضى وضحايا حوادث المرور، حيث أن مثل هذه الهبات الإنسانية أصبحت سنة حميدة لدى منتسبي الأمن الوطني، فيما تبقى هذه العملية متواصلة إلى غاية يوم غد تحت إشراف الطواقم الطبية بالولاية. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.